الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى على سيدنا النبي المجتبى والامين المصطفى على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد اخوتي الكرام، ما زلنا مع كتاب المنهاج وعلى مشارف الانتهاء من الكتاب، ونحن الان مع كتاب الكتابة. قال المصنف: فصل. الكتابة لازمة من جهة السيد، ليس له فسخها. وكأننا نقول في العقود اللازمة والعقود الجائزة، فإذا عقد لازم، لأنها عقد لحظ الكاتب لا لحظ السيد، فكان السيد فيها كالراهن، إلا أن يعجز عن الأداء أي عند المحل، ولو بعض نجم واحد، يعني لو حتى في شهر قصر ما استطاع أن يعطي، تكون هذه المسألة يعني يعجز نفسه. وكما قلنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: المكاتب رق ولو بقي عليه درهم واحد. أما الأول أو الأخير كما يفسخ البائع العجز المشتري، ويستثنى ما إذا عجز عن القدر الذي يحط عنه أو يبدل له، فإنه لا يفسخ. ليش؟ لأنه أصلا يعني متبرع له به، لأن عليه مثله، بل يرفع المكاتب الأمر إلى الحاكم ليفصل بينهما بطريقة. ولو لم يعجز لكن امتنع عن الأداء، فللسيد الفسخ أيضا بخلاف البيع، وجائزة للمكاتب أو للمكاتب، لأنه عقد لحظه فأشبه المرتهن، فله ترك الأداء وإن كان معه وفاء لأن الحظ له. فإذا عجز نفسه، يعني المكاتب عجز نفسه، فللسيد الصبر والفسخ بنفسه، يعني له أن يصبر عليه أو عجز نفسه حتى يأتي بالمال، أو يعني يفسخ وله الفسخ، مطلق الفسخ له في ذلك، يرجع رقا مرة ثانية، وإن شاء بالحاكم، لأنه لا نظر فيه ولا اجتهاد حتى يتوقف الأمر عليه. وللمكاتب الفسخ في الأصح، كما أن المرتهن أن يفسخ الرهن أيضا، والثاني المنع، وبه جزم الرفعي في مواضع أخرى، إذ لا ضرر عليه في بقائها، وله الامتناع من الأداء لأنه تعليق عتق بالصفة. ولو امتنع فعجز نفسه كما قلت، يرجع رقا. ولو استمهل المكاتب عند حلول النجم استحب امهاله، يعني قال له: اخرني بعض ايام، ما امتلكت كل المال ليس معي، امتلكت بعض المال فامهلني. فان قال ذلك فيستحب له الامهال مساعده له، والا فقد امر الله جل في علاه بالحق عنه ايضا. فان امهل ثم اراد الفسخ فله، لان الحق له، وان كان معه عروض امهله ليبيعها، فإن عرض كساد أو أي غيره فله ألا يزيد في المهلة على 3 أيام. فعلى 3 أيام هذه أخذت من التأصيل العام في بيع المسرعة وغيرها، فقال فهو بالخيار 3 أيام، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ومعها صاع من طبل. فجعل التوقيت 3 أيام لتضرره بذلك، وإن كان ماله غائبا أمهله إلى الإحضار إن كان دون مرحلتين، وإلا فلا لطول المدة. ولو حل النجم وهو غائب فللسيد الفسخ، لأن المكاتب إن كان ينبغي له أن يحضر أو يبعث المال إليه عند المحل، وله الفسخ بالحاكم، كذا بنفسه على الأصح، ولا يجب التأخير لكون الطريق مخوفا أو المكاتب مريضا. فلو كان له مال حاضر فليس للقاضي الأداء منه، ويمكن السيد من الفسخ يعني ليس له أن يؤدي منه، ويمكن السيد من الفسخ، وهذا نظر بنظرين هنا حتى لا تضيع المصلحة على السيد، لأنه ربما عجز نفسه ولو كان حاضرا من أن يؤدي المال. يعني الاحتمالية واردة أن يكون مع المال نعم، والمال موجود وهو غائب، هل يؤخذ منه؟ لا يؤخذ منه، ممكن يعجز نفسه، يختار أن يعجز نفسه وألا يدفع المال ويرجع خلنا. نعم. قال: ولا تنفسخ بجنون. المكاتب، لأن الكتابة لازمة من أحد الطرفين بأشباه الرهن، إنما تنفسخ به الجائز من الطرفين، وهذا كتاب الكتابة، فهي يعني واجبة لازمة من طرف وليس جائزة، ويؤدي القاضي إن وجد له مالا، يعني كان مجنونا والقاضي وجد مالا، فكالوصي
يؤدي المال عنه. نيابة عنه فإنه ليس من أهل النظر لنفسه، وقيد الإمام الغزالي الأداء بالمصلحة، قال رفعه حسن لكنه قليل النفع، مع قولنا أن السيد إذا وجد له مالا له الاستقلال بأخذه، إلا أن يقال إن الحاكم يمنعه من الأخذ والحالة هذه، فإن لم يجد الحاكم له مالا مكن السيد من الفسخ، ولا بالحجر بجنون السيد، طبعا كما بينا لما سلف. ويدفع المكاتب النجوم إلى وليه ولا يعتق بالدفع إليه، لأن قبضه فاسد، ولو تلف في يده فلا ضمان لتقصيره بالتسليم، ويسلم إلى سيده. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولو قتل سيده فلوارثه. الله أكبر، احتملون بعض الشيء. ولو قتل سيده فلوارثه قصاص، فإن عفى على دية أو قتل خطأ أخذها مما معه. نعم، لأنه معه كالأجنبي في المعاملات، فكذا في الجناية فالواجب أقل الأمرين كما ذكر المصنف في الجناية على الأجنبي. فإن لم يكن أي في يده مال أو كان لا يفي بالأرش فله تعجيزه في الأصح، ويرجع خنا مرة ثانية، ويستفيد به رده إلى الرق المحض، لأنه إذا عجز سقط الأرش، لأنه لا يثبت له على عبده دين، بخلاف ما إذا عجز أجنبي فإن الأرش يتعلق بالرقبة. إذا لو قتل السيد فلوارثه قصاص. نعم. أو قطع طرفه. أو قطع طرفه فاقتصاصه وديته كما سبق. يعني الكلام هنا ينحو نحو الكلام في الإرث. ولو قتل أجنبيا أو قطعه فعفي على مال، أو كان خطأ أخذ مما معه ومما سيكسبه الأقل من قيمته والأرش. يعني بينظر شوف القيمة والأرش الجناية فيأخذ الأقل في هذا، لأنه منع نفسه من البيع بالكتابة فلزم الأقل كالسيد في أم الولد. هذا شرحناه قبل ذلك، العملية الحسابية هذه شرحناها قبل ذلك. فإن لم يكن معه شيء وسأل المستحق تعجيزه، عجزه القاضي وبيع بقدر الأرش، فإن بقي منه شيء بقيت فيه الكتابة، أي فإذا أدى حصته من النجوم عتق ذلك القدر، وللسيد فداؤه وإبقاؤه مكاتبا. وعلى مستحق الأرش القبول ويفديه بأقل الأمرين. ولو اعتقه بعد الجناية أو أبرأه عتق ولزمه الفدا، لأنه فوى حق المجني عليه. ولو قتل المكاتب بطلت ومات رقيقا لفوات محلها. قال المصنف: ولسيده قصاص على قاتله المكافئ، وإلا فالقيمة، وإن قتله سيده فليس عليه إلا الكفارة، وله اكتسابه بحكم الملك لا بحكم الإرث، لأنه ما زال ملكا حتى لو كان في النجوم، فما زال ملكا، يعني لا ينزع يده لا تنزع بالملك إلا بعد تأدية كل النجوم التي عليه. قال مصنف: فصل. ويستقل أي المكاتب بكل تصرف لا تبرع فيه ولا خطر، أي كالبيع والشراء والإجارة وغيرها، لأنه إنما كاتب ليعتق بأداء النجوم، فمكن من جهة الكسب تحصيلا للمقصود، وإلا فلا. والمعنى ما فيه تبرع كالهبة والعتق والبيع بالغبن الفاحش أو خطر كالبيع نسيئة أو إنهاب القريب الذي لا يعتق عليه وهو غير كسوب، فلا يستقل به. قال المصنف: ويصح بإذن سيدي في الأظهر، ولأن المنع كان لحقه وقد زال بإذنه. نعم. ومقابل الأظهر المنع أنه ناقص الملك، والسيد لا يملك ما في يده فلا صاحب اجتماعهما، طبعا السيد لا يملك ما في يده، الكسب له، وإلا وعليه أن يدفع النجوم. قال: ولو اشترى من يعتق على سيده صحة. قال المصنف: فإن عجز وصار لسيده عتق لوجود ملكه عليه، أو عليه أي ولو اشترى من يعتق عليه، ولم يصح بلا إذن لتضمنه العتق، وبإذن فيه القولان.
قال فإن صح فمكاتب عليه، فيتبعه يعني يتبعه رقا وعتقا، ولا يصح اعتاق وكتابته بإذن على المذهب، لأنه لو حصل سيكون الولاء وهو ليس أهلا للولاء. ومقابل المذهب يصح عملا بالإذن ويوقف الولاء لأنه ليس أهلا له. والطريق الثاني قطع بالأول وهو أنه لا يصح. فإن كان فصح أيضا نكاحه لكن بالإذن. قال فصل: الكتابة الفاسدة لشرط أو عوض أو أجل فاسد كالصحيحة في الاستقلال بالكسب، لأن مقصود الكتابة العتق هو لا يبطل بالتعليق على الفاسد. وفي أخذ قال مصنف: وفي أخذ أرش الجناية عليه ومهر شبهة، وهذا كله ليستعين به على الكتابة. وفي أنه يعتق بالأداء ويتبعه كسبه لأنه ملكه، وكالتعليق في أنه لا يعتق بإبراء أي ولا بأداء الغير تبرعا. لما؟ على حصول الصفة. وتبطل الكتابة بموت سيده أي ولا يعتق بالأداء إلى الوارث بعد موت كسائر التعليقات إلا أن يعلقه بالإعطاء إلى وارثه. نعم. قال: وتصح الوصية برقبته أي وإن ظن صحة الكتابة على الأظهر، ولا يصرف إليه من سهم المكاتبين. قال: ويخالفهما يعني يخالف الفاسدة والصحيحة في أن للسيد فسخها، ولأن المسمى فيها لا يسلم للسيد فإن للسيد استرداده. قال المصنف: أنه لا يملك ما يأخذه بل يرجع المكاتب به إن كان متقوما، وهذا لأنه لم يملكه وهو عليه بقيمته، وعليه بقيمته أو وجه الفقهية بأنه فيها معنى المعاوضة. وقد تلف المعقود عليه بالعتق فهو كما لو تلف المبيع بيعا فاسدا في يد المشتري، يرجع البائع بما أدى ويرجع البائع عليه بالقيمة، يعني ما دفع البائع يأخذه وهو يعطيه قيمة ما تلف عنده. وهذا يوم العتق لأنه يوم التلف. قال: فإن تنازع فأقوال التقاص المقاصة يعني، ويرجع صاحب الفضل به يعني بما فضلا، وهذا كله كان المال متقوما. أما إن كان كالخمر ولا ثمن الكلب وحلوان الكاهن فهو غير متقوم. والكتابة الباطلة كما لو كتب على الحشرات مثلا لاغية إلا إذا صرح بالتعليق. ختاما، نعم ختاما، قلت: وصح الأقوال التقاص سقوط أحد الدينين بالآخر بلا رضا. قال: الثاني برضاهما لأنه إبدال ذمة بذمة فأشبه الحوالة لابد فيها من رضا المحيل والمحتال. الثالث برضا أحدهما لأن المدين أن يقضي من حيث شاء، فإذا راضي أحدهما فقد وجد القضاء منه. حال الرابع لا يسقط، والله تعالى أعلم. يعني وإن راضي لأنه بيع دين بدين، وبيع الدين بدين حرام. ورد الحديث وإن كان فيه ضعف نهى عن بيع الكالب بالكالب. قال: فإن فسخها السيد فليشهد. لما؟ حسما لمادة النزاع. فلو أدى المال فقال السيد: كنت فسخت، فأنكره صدق العبد بيمينه. طبعا هذا عملا بالأصل بينهم دعوة بينهم أنكر. والأصح بطلان الفاسدة بجنون السيد وإغمائه،
والحجر عليه لا بجنون العبد، لأن الحظ في الكتابة له للسيد، والثاني بطلانها بجنونها بجنونهما لجوازها من الطرفين. قال فصل: ولو ادعى كتابة فأنكر سيده أو وارثه صدق عملا بالأصل، ويحلف الوارث على نفي العلم ولا يعلم، ولو اختلف في قدر النجوم أو صفتها تحالفا. كل هذا كلام الماتن، كما في البيع وغيره. ثم قال المصنف: ثم إن لم يكن قبض ما يدعيه لم تنفسخ الكتابة في الأصح، بل إن لم يتفق فسخ القاضي. هذا في الأصح ومقابله ينفسخ. نعم. وإن كان قبضه وقال المكاتب بعض المغوض وديعة عتق ورجع هو بما أدى وسيد بقيمته، وقد يتقاصان، يعني إن ولد الشرط وقال كتبتك وأنا مجنون أو محجور علي فأنكر العبد صدق السيد، فإن عرف يعني سبق ما ادعى لقوة جانبي بيد اليد والثاني لم يكن عتيقا. نعم. وإلا فالعبد الإضافي. واختاما قال: لو قال السيد وضعت عنك النجم الأول، أو قال البعض فقال الآخر، أو الكل صدق السيد، لأنه أعرف إرادته. ولو مات عن ابنين وعبد فقال كاتبني أو كتبني أبوكما، فإن أنكر صدق أي باليمين على نفي العلم بالكتاب، وإن صدقاه فمكاتب. فإذا أعتق أحدهما نصيبه فالأصح لا يعتق بل يوقف، فإن أدى نصيب الآخر أعتق كله وولاه للأبي. فإن عجز قوم عن المعتق إن كان مصيرا، وإلا وإن كان مصيرا فنصيبه حر والباقي منه قن للآخر. قال المصنف: بل الأظهر العتق، والله تعالى أعلى وأعلم. يعني صوته قال المصنف: وإن صدق أحدهما فنصيبه مكاتب، أي ولا يدور التشقيص للضرورة، ونصيب المكذب قن، ولأن القول قول بيمين. فإن اعتقه المصدق فالمذهب أنه يقوم عليه إن كان مصيرا، وطريقة الأكثرين في إحكاية قولين، ومنهم من قطع بالصراع في الحال، لأن منكر الكتابة يقول رقيق لهما، فإذا أعتق صاحبه فتثبت السرايا بقوله. إذا لا يصح، وهذا كتاب الكتابة لأنه انتهى كلية، بقي لنا فقط كتاب أمهات الأولاد. وسامحوني سأكون سيئا جدا معكم في بعض الأحيان. الآن نحن يعني أنا الآن سامحوني سردت بعض المسائل لم أمحص النظر فيها، لأنه الفائدة العلمية فيها في هذا الباب ليست كبيرة في هذا الباب. الآن نحن على مشارف، أنا يعني قلبي سيقف على مشارف الانتهاء من كتاب المنهاج، ولن أبرح حتى أنتهي منه الآن، حتى بعد جنة أنا كنت أخطط له ينتهي إلى الأربعاء القادم، الآن ننتهي منه إن شاء الله. يا رب اغفر وارحم وتلاوز عما تعلم، فإنك أنت الأعز والأكرم. الله يغفر لنا يا رب.